في إطار مسلسل التكوين المستمر المسطر من طرف جمعية المحامين الشباب بهيئة خريبكا، نظمت الجمعية ندوة علمية صبيحة يوم الجمعة 9 جنبر 2016 بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بخريبكا حول موضوع الشركات المدنية المهنية للمحاماة. بطبيعة الحال جمعية المحامين الشباب بهيئة خريبكا لا زالت وفية لخطها، وهي تنظيم الأنشطة الثقافية وكذلك الأنشطة الترفيهية، الأنشطة السياحية، الأنشطة المهنية في إطار خلق واحد الدينامية ديال الأنشطة وسط الجسم ديال العدالة عموما وخاصة جسم المحامين. الآن أصبح تحدي كبير لإنماء القدرة التنافسية لمكاتب المحاماة في المغرب أن ينتظموا داخل الشركة المدنية المهنية للمحاماة. من هذا الزاوية تناولنا الموضوع وحاولنا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع، خاصة أنه 14 ألف محامي بالمغرب لا زالوا لا ينتظمون في شركة مدنية، إلا لم تحدث إلا 30 شركة مدنية مهنية للمحاماة. مجددا تنشكر الجريدة الإلكترونية أنفو خريبكا على تغطيتها لهذا النشاط، وشكرا لكم جزيلا. هذه الندوة العلمية كانت من تأطير كل من الأستاذ محمد أغناج محام بهيئة الدار البيضاء والأستاذ عبد الرزاق الحسني محام بهيئة خريبكا. ديالي في هذه الندوة جاء استجابة للدعوة من جمعية المحامين الشباب بخريبكا، الأكيد على أن موضوع القانون المنظم للشركات المدنية المهنية هو موضوع مهني بدرجة أولى، يهم الجسم ديال المحامين ويثير مجموعة من النقاشات القانونية والمهنية داخل الصف المهني. الحضور ديالي لم يكن لتأطير الندوة وإنما لمشاركتي في زملائي هنا في خريبكا، مجموعة من التساؤلات ومجموعة من الاقتراحات ومجموعة من الملاحظات حول القانون المنظم لموضوع الشركات المدنية المهنية. وركز الأستاذ أغناج في مداخلته على الإطار القانوني المنظم للشركات المدنية والقواعد الإجرائية لتأسيسها ومعيقات نجاحها وسبل تطويرها، في حين انصبت مداخلة الأستاذ عبد الرزاق الحسني حول حدود تطبيق قانون الشركات التجارية على الشركات المدنية المهنية للمحاماة. احنا تناولنا جزء اخر وهو جزء دقيق جدا، وهو متعلق بالشركات المدني المحاماة، وهل يمكن ان تستمد هذه الشركة احكامها من الشركات التجارية لان احنا سنعرف ان الشركات التجارية شركات عندها قانون ديالها ومتسع وكذلك يمكن ان تضم في خضمها جميع الخدمات، ولهذا حتى نعلو بهذه الشركة المدني المحاماة الى واحد مستوى عالي اتفقنا وتقررنا على أساس أن نربطها بالشركات التجارية، وبالتالي هل يمكن للشركة المدنية المحاماة أن تستقي أحكامها من الشركة التجارية؟ طبعا كان هناك منع، كان هناك إمكانية، كان هناك إمكانية مع إضافة شروط، كان هناك إمكانية باقتراح قوانين، وبالتالي كل هذه الأمور هذه تجعل أن الشركة المدنية المحاماة يمكن لها أنها تطور وتزيد أكثر. هذا وبعد ذلك فتح الباب للمناقشة أمام مجموعة من السادة الأساتذة المحامين من أجل إشراكهم في موضوع الندوة العلمية باستفسارات وتساؤلات، إضافة إلى مجموعة من التوضيحات التي أغنت الندوة. هناك فعلا تحديات العولمة، هناك مجموعة من الشركات الأجنبية التي تقتحم العمل المحامين، وبالتالي الهدف من تأسيس الشركات المدنية هو تجميع المحامون في مكاتب بقصد تقديم خدمات جيدة للمتقاضين والموكلين، وكذا تخصصهم في فروع وأقسام معينة من القانون. الموضوع الذي نناقشه اليوم يقتسي أهميته من كونه مقتضى قانوني جديد ورد في قانون المهنة ديال سنة 2008، وأنه الكثير من الزملاء لا زالوا لم يعلموا الشيء الكثير عن هذا المقتضى القانوني، وبالتالي نعتبر على أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة. هو موضوع في الحقيقة مهني بحت، وأكيد على أن ظروف الاشتغال في مجال مهنة المحاماة تغير بتغير الديموغرافي وكذلك بكثرة الوافدين للمهنة، الشيء الذي سيجعلنا سنفكر في طريقة مهنية
جديدة وكذلك ناجعة من أجل الاشتغال بشكل منظم. طبيعة الحال على أن المحامي باعتباره فاعل اقتصادي في المجتمع يجب عليه أن يطور ويحسن خدماته ويجودها بشكل اللي غادي يجعل منه أكثر مواكبة وأكثر نفعا في المنظومة الاقتصادية بشكل عام. شركة المدنية المهنية هو مشروع طموح اللي بالأساس كيتطلب تواجد أكثر من محامين، بمعنى محامين فأكثر، في شركة مدنية مهنية ليست تؤثرها بطبيعة الحال قوانين خاصة، هي مختلفة عن الشركة التجارية لطبيعتها المهنية الخاصة، لأن المحامي هو خدماتي، بمعنى يؤدي مهام خدماتية ما غاديش نخضعها أو نسقط عليها القانون التجاري. في ظل هذا القانون الجديد الذي ينظم كيفية تأسيس وممارسة من الأشكال الجديدة للممارسة المهنية باعتبارها نموذجا يحتذى به في هذا المجال والوسيلة الوحيدة أو الفريدة التي من شأنها أن تساهم في إنجاح وتطوير المهنة إلى الجديد، هنا تأتي هذه الندوة العلمية من أجل المناقشة وتأطير الزملاء الحاضرين على إنشاء شركات مدنية يكون الغاية منها هو الرفع من الإنتاج والعمل الجيد للمحامين. وشكرا. الموضوع ديال الشركات المدنية على الرغم بأنها موضوع في المغرب لا زالت النسب ضعيفة، حيث أن هذه الشركات لا تتعدى تقريبا 30 شركة على المستوى الوطني، هيئتنا لا توجد أي شركة مدنية للمحاماة، ولكن هذا الموضوع غيسلط الضوء على توجه أساسي اللي بغيناه أو كرهناه هو المستقبل. ما يمكنش الإنسان مع المهنة تتغير، ولا بد من لجوء الوسائل المتطورة لمنها هذا الموضوع. تنتمنى التوفيق لهذا النشاط العلمي، وتنتمنى التوفيق لجمعية المحامين الشباب التي يدعمها مجلس الهيئة بشكل تام نظرا لمجهوداتها الجبارة في تكوين المحامين، ونظرا للأنشطة النبيلة التي تقوم بها لمصلحة المحامين، ونظرا للمهنية ديال الأعضاء ديالها لأنهم يختارون مواضيع جد مهمة في سبيل تكوين المحامي بهذه الهيئة. فشكرا لجمعية المحامين برئيسها وأعضائها، وشكرا لكم على تغطية هذا النشاط الإعلامي المتميز. وخلصت الندوة إلى ضرورة تركيز الاهتمام بالعنصر البشري من أجل تأهيل مهنة المحاماة، حيث أضحى هذا الرهان ذا طبيعة ملحة وفرضها منطق العولمة، إذ أن التخلف عن الركب والتقوقع على الذات يعني إفلاس هذا القطاع أمام الزحف الذي قد يأتي من مكاتب أجنبية منظمة.